في الشغف حياة، هكذا يقولون، وذروة الرواية الشغف. شغف، برنامج يسلط الضوء على شباب حلوا لغز السعادة والنجاح. لشباب أدركوا شغفهم، استعدوا لالتقاط الفرص والمبادرة، عملوا عليها وثابروا لأجلها. برنامج شغف يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية كل يوم أحد الساعة 5 مساء ويعاد الاثنين والأربعاء مع أحمد عياش. هذا البرنامج برعاية أريد استمتع بالإنترنت وشركة بيجو. روح الأسد موجودة بداخلنا، أطلق القوة التي بداخلك. مع خدمة التنقل الرقمي حول على أريد. ليش متعلق ومصربع بتحب أشياك ومبعضة، خايف على كل شي بيخصك؟ رقمك يروني ما يرجع، يلا تعال بنرحب فيك على نفس الرقم، خلي نفسه من الأول للآخر، شريحة واحدة بتكفي. أريدوا الشبك القوي، أسعار وعروض خرافية، احكي ع كل الشبكة وسرعة 100%. عزيزي مشترك المشغل الآخر، ما بدها تفكير، إجا وقت التغيير، إجا الوقت اللي تتحرر فيه وتنضم للشبكة الأقوى أريدو، مع الحفاظ على نفس رقمك بميزات أفضل. تفضلوا بزيارة معارضنا، جيب رقمك معك. أريدو تستناك. أريدو استمتع بالإنترنت. بيجو 308 موديل 2021، توسع كل العائلة، تملكها الآن بدون دفعة أولى، أوتوماتيك ديزل ومكفولة. للاستفسار اتصل على معارض أوتوزون على الأرقام التالية: البيرة شارع القدس، تليفون 02-240-8039، بيت لحم بيت سحور شارع الواي ام سي اي، تليفون 02-276-3220، الخليل بئر المحجر شارع المحكمة، تليفون 02-221-2333، نابلس شارع فيصل عمارة الصيفي، تليفون 0923-85666، خاضع لشروط الحملة. أعزائي المستمعين المشاهدين متابعين شبكة وطن الإعلامية، يسعد مساكم من جديد، واليوم الأحد ودائما شغف. وتحياتنا لكل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا وبتتابعنا من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى الجنوب، ودائما فلسطين اللي احنا بنعرفها. تحياتنا لأسرانا في سجون الاحتلال، ويا رب الفرج قريب. والرحمة للشهداء، الشهداء اللي رحلوا والشهداء اللي بيستنوا أدوارهم. ودائما إن خليت بليت، وهاي الأرض دائما ولادة. ودائما مستمرين معكم برعاية أريدو وشركة بيجو. ونمسى على الشباب المعنى عبد الله الخطيب في الهندسة الإذاعية، يسعد مساك يا عبد الله. وطبعا الرائع مخرجنا العظيم خالد نجاص. We'll be right back.
عشان ما يزعلش خالد يا دينامو. ومعنا في الإعداد الزميل بهاء بركات. سعيدين فيك يا بهاء، أهلا وسهلا في انضمامك للفريق الرائع. وبدنا نمسك كمان على زميلة رشا حسونة، يسعد مساك يا رشا. وكل التحية للزملاء اللي مرافقيننا اليوم، أمجد وأبو حميد وكل الشباب في التحرير، يسعد مساكم، والشباب كلها على قدم وساق لتغطية أحداث القدس. وحكاية البلد إلها أول ما إلها آخر. حكايتنا اليوم حكاية كل يوم، حكاية كل واحد فينا، حكاية هاي القضية وحكاية هذا الشعب. حكايتنا اليوم حكاية القدس، وحلقتنا اليوم حلقة القدس. القدس القلب النابض، القدس القلب الموجع، القدس الحزينة، القدس الفرحة، القدس القوية، القدس الضعيفة، القدس إيش ما بدكم، هي عنواننا. الفيسبوك مليان علام اليوم، بس مش مطلوب العلم يرفع على الفيسبوك. قضية الأعلام واللي صار سابقا سواء في حوارة أو صار في القدس، هو مش فكرة أعلام وألوان، هي فكرة من يحكم هاي البلد، من يسيطر على هذه البلد. اللي بدي أقوله بغض النظر عن شو صار اليوم في الأقصى صباحا من اقتحامات ومن تقديم الصلوات التلمودية والرقصات للمستوطنين، نعم يوجع القلب. بس الإشي الثاني إنه عشان مسيرة تمر داخل بين قوسين ما يسمى عاصمة دولة الاحتلال، هم بحاجة إلى 3000 شرطي وأربع كتائب من حرس الحدود وأربع مدرعات ومجموعات من الجيش الاحتياطي، كل هذا عشان يمرروا مسيرة، عشان تعرفوا أنه مقابلكم في شعب أعزل لا يحمل في إيده سوى العلم وفي أحسن الأحوال حجر. إذا أنت بحاجة لكل هذا الجيش عشان تأمن مسيرتك، رفع الأعلام الإسرائيلية داخل البلد القديمة وعلى باب العمود، اعرف أنت لا تملك البلد ولا إلك صنط فيها ولا تحكم على صنط فيها. معلش الوجع كبير اليوم منشوفه، واللي راح نشوفه اليوم تحديدا بوجع القلب. اعتداءات الصبح على الناس اللي صارت في الأقصى وفي الحرم القبلي، اللي صار في طريق الواد، والاعتداء على النساء والرجال والأطفال وكله. احنا مش مستنين أصلا من احتلال انه يكون رحيم يعني على كل حال يعني، بس احنا كنا نستنى كمان بالطرف المقابل جماعتنا شو بقوله. ما كلوش شيء، لا ما كلوش شيء، على أمل انه أولاد القدس اليوم رح يثبتوا زي كل مرة أنهم هم أصحاب الحق، هم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في القدس، أولاد القدس بس. لا قيادة فلسطينية ولا قيادة عربية ولا احتلال إلو كلمة في القدس. كلمة القدس لأولاد القدس بس، للشباب اللي عمره 16 و17 سنة و14 سنة، واللي عمره 50 سنة، واللي قاعد باب العمود، واللي بيشرب قهوة باب العمود، واللي كل حجر في باب العمود بيعني له إشي، هو من يملك القدس وهو صاحب الكلمة والقرار في القدس. فأرجو أنه إحنا ما نحكم على أولاد القدس وما نحملهم أكثر من طاقتهم. الله يكون في عونهم على اللي جاي. واليوم إحنا حلقتنا من القدس. فلسطين 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 يا أمي ويا روحي، فلسطين بيكفي جروحي، فلسطين لتكلي ولتنوحي، فلسطين يا دو
أبواب الجواب. ومعنا من قلب القدس عبر الهاتف راح يكون معنا الفنان حسام أبو عيشة، الفنان والعم والصديق والعنوان في القدس حسام أبو عيشة الفنان الفلسطيني. يسعد مساك. مساء الورد إلى ولكل المستمعين الكرام، تحياتي لكم، مساءكم عطيق إن شاء الله معطر بأريج القدس وأقصاها وقيامتها، تحياتي لكم جميعا. أستاذ حسام، الصوت مسموع؟ أنا سامعك منيح، أنت سامعني؟ أنا حتى لو أني مش سامعك من السماعة بسمعك من القلب يا أستاذ حسام. حبيب قلبي، الله يسعد لي مساك، الله يرضى عليك. يعني اليوم استثناء أستاذ حسام، إحنا صح مستضيفينك عشان نحكي يمكن عن موضوع الجائزة اللي حصلت عليها في مهرجان قرطاج، بس لا يجوز أن يكون الأستاذ حسام أبو عيشة موجود وما يكونش قلب القدس موجود. حقيقة أنه يعني فيما يخص الجائزة، الجائزة هي يعني حصيلة ما يحدث اليوم بالقدس وما حدث بالأمس بالقدس، هي حدوثة هذا الشعب الصامد الصابر المرابط، كما تفضلت حضرتك وقلت في البداية أنه هذه الناس لا تمل ولا تتعب من القدس. لا يمكن للإنسان أن يتعب من أمه. عمرك شفت واحد شكى من أمه؟ هذا بروح على النار، وإحنا ناويين نروح على الجنة. فبالتالي يعني الجائزة كعمل ثقافي أدبي فني هي نتاج لنضالات هذا الشعب، وليس لي فضل فيها سوى تضامن وتضافر هذا الشعب واحترامي له جميعا. بالتالي إحنا لما نقول أي إنسان قدم أو يقدم القضية الفلسطينية عبر القلم عبر القصيدة عبر الموسيقى، هو صب في الوطن وما يصب في مصلحة الوطن إن شاء الله. نعم، يعني أستاذ حسام أنا جاي في الطريق، أنا بدي أخرف معاك، أنا بديش أحكي بشو اسمه، أنا معك بقدرش غير أخرف. طبعا وأنا جاي في الطريق بقول اللي صراحة مش أنت اللي أخذت الجائزة الصراحة. صحيح. إحنا اللي أخذنا الجائزة والقدس أخذت الجائزة. يعني هو أولا ما حصل لهذه الجائزة وكأنه كان يعني شيء مخطط له من الله سبحانه وتعالى. المسرحية قدمت رسميا كهدية إلى روح الشهيد شيرين أبو عاقلة، باعتبار يمكن آخر من حاورها كلاما كان حسام أبو عيشة، وهي صدفة يعني لم أخطط لها ولم تخطط لها المرحومة شيرين. نعم. كان لما أنا وقفت على المسرح متحدي ل 21 دولة منافسة على هذه الجائزة، منها 7 على النقاد ومنها 14 على جائزة أفضل ممثل، لم أرى في القاعة يعني أفضل من شيرين تجلس في المقعد الأول كما حضرت هذا العرض عندما افتتحت في القدس. بالتالي قدمت العمل من كل روحي ومن كل قلبي لشيرين ولكل شهيد ولكل أسير في الوطن الحبيب يعني. وهذا مش غريب عنك أستاذ حسام، وأنت سباق في هذا الموضوع. أستاذ حسام بالفن، يمكن أنا يعني أنا مش صغير في العمر عشان هيك بتذكر من بدايات الفن اللي كنت تقدمه، ويمكن بعض الأغاني اللي طلعت في فترة خلينا نحكي شبابنا ولا بداية الشباب، قديش ارتسمت في قلوبنا وظلت موجودة وظل طول الوقت مرتبطة في القدس. يعني لا يمكن أني أحكي عن أستاذ حسام إلا ما أرتبط في القدس. وأنا مثلا من ضمن الأشياء اللي بدي أحكي عنها، لأنه بزبطش بس أحكي عن الجائزة ويمكن بغنى نحكي عن فنك أستاذ حسام وغني عن التعريف، يوم الجمعة ما بزبطش أتابعك على اللايف وانت تلف في البلد القديمة يا أستاذ حسام. يعني هذا جزء حقيقة من واجبي أنا كمواطن مقدسي، يعني بحوز على عدد كبير من الأصدقاء في كل أنحاء العالم. يعني لما أنا بتصل علي شخص من سان فرانسيسكو الساعة 9 صباحا بتكون عنده 2 ويقول لي أنا أخمد ولا أستنى اللايف، أقول له لا تنخمد، هاي لعيونك بدي ألبس وأطلع. نعم. أنا بعرف شو معنات هذا الحكي، قد يكون من باب الدعابة قد يكون من باب المزح، لكن أنا بعرف ما تأثير أن يشاهدوا القدس يعني بعيوني أو بعيون غيري من الأصدقاء اللي بيعملوا كمان لايفات. الناس نعم. تشتهي القدس، تتمنى القدس. يعني أنا كل الجمهور عارف أني أنا لسه للتو عائد من تونس، يعني أقول تونس يعني ولما نقول تونس بنقول فلسطين، لما نقول الجزائر بنقول فلسطين، أي دولة عربية التضامن الشعب الفلسطيني وارد، ولكن لما يقولوا أنك أنت من القدس يعني تصل معهم لحد البكاء لحد النوح والجوح، أنه رغم كل ما في القدس نحن مغبوطون ولا أقول محسودون،
مغبوطون لأن الله أنعم علينا بأن نكون من سكان هذه المدينة. نعم. أن نتحمل مسؤوليتها على كاهلنا بكل حب وبكل أمانة وبلا شكوى، راضيين قانعين بهذه الجائزة التي الله أنعم الله علينا بأن نكون من سكان القدس ومن سكان فلسطين. بالتالي اللايف بيجي ضرورة لتلبية مشاعر واحتياجات هذه الناس أحبائنا اللي عن جد بيكونوا يعني يستنوا اللايف الصباحي حتى يطلوا على أم محمد اللي بتبيع الموز وأم جلال اللي بتبيع الصبر ويشوفوا القدس بنكهتها بعذابها بحلاوتها بصمودها بصبرها بناسها الطيبين بإبداعها بحبها للحياة. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. نعم. نحن نحب الحياة ونحن نصنع الحياة وإن شاء الله راح نضل نصنع الحياة لكل محبيها دون كلل أو ملل. يعني يا أستاذ حسام، الجميل أنه أنت بتطفي طابعك المسرحي والفني حتى على اللايفات اللي بتطلع فيها. يعني أنا وأنت تحكي الآن رنت صوتك مش غريبة علي، بالعكس أنا بعتبرها قريبة جدا مني، وأنا من متابعينك جدا ومن معجبين فيك جدا أستاذ حسام. هذا الطابع الفني المسرحي الممثل الكوميدي صاحب الرسالة بالكوميديا ومن القدس لها معنى آخر. شو وضع، خلينا نحكي يعني صراحة كمان، وضع الثقافي في القدس أستاذ حسام؟ يعني بتعرض زيه زي أي شيء تاني لانتهاكات الاحتلال؟ يعني إحنا جزء من هذا الشعب. نعم. لا يمكن لي أن أنجح بدون أن أكون ملتصق بهذا الشعب، ملتصق بآلامه بعذاباته وأعبر عنها بأعمالي المسرحية. بالتالي زي غيري أنا يعني مستهدف كما مستهدف أي شيء، أي حجر ممكن يتحرك في القدس هو مستهدف وهو محط أعينهم. ولكن إحنا يعني منقول إنه هذه رسالتنا، لن نتوانى عن تقديمها لأبناء شعبنا، لن نتوانى على تقديم القدس وفلسطين على خشبة المسرح، ليس فقط كعمل هو عمل ليس سياسي بالتأكيد ولكنه سياسي يعني بالدرجة الأولى، لأنه يتناول فترة تاريخية نضالية من تاريخ القدس اللي إحنا نتاج إلها وإحنا استمرار إلها. لما بحط قهوة زعتر على خشبة المسرح أنا أضع القدس يعني أمام أعين المشاهدين كيف كانت وكيف ستظل رغم كل ما نشاهده اللي بتجلى اليوم في هذه العنجهية وهذا الصلف، واللي برأيي هذا اليأس الشديد. أنا لا أعرف جيشا في العالم بثلاث كتائب تلاحق علم أو تلاحق جثة شهيد أو تلاحق مشتاح أو برميل مي، يعني قمة الحقيقة، قمة اليأس، قمة الصلف، قمة عدم الإيمان بما يقومون به. يعني قبل ما أحكي عن المسرحية وكيف عكست واقع القدس وواقع الشعب الفلسطيني في المسرحية، بدي أتطرق للي تفضلت له أنه لهالدرجة مهم أنه نشوف بطريقتنا الخاصة كل اللي بصير هو عن ضعف الاحتلال وفشل الاحتلال في السيطرة على القدس. ضروري جدا عكس هاي الصورة. هم بحاولوا كسر شوكة الفلسطيني أنه بالقمع والضرب والاعتقالات حتى يعني اليوم رفع الأعلام الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات الأقصى واللي صار. أنا بأيدك تماماً ويا ريت هذا الصوت يعلى أنه هذا لا يعبر إلا عن ضعف وفشل الاحتلال. صحيح 100%. نعم. المسرحية والزعتر واسم الزعتر وارتباطه الفلسطيني وما قدمه الفنان حسام أبو عيشة بطريقته الخاصة، كيف قدرت تعكس أستاذ حسام موضوع القدس والقضية الفلسطينية بهاي المسرحية؟ هو الحقيقة يعني قهوة زعتر عمل كل المعلومات اللي فيه حقيقية أنا استقيتها من حياة والدي رحمة الله عليه اللي كان يعمل بهذا المقهى لمدة 38 عام. تتحدث عن تاريخ المقهى من خلال زبائنه اللي شكلوا بين حسين عن أول صفوة المجتمع النقدي في فترة من أواخر الثلاثينات حتى أواخر السبعينات، عندما قرر الاحتلال أن يغلق هذا المقهى نظرا لدوره النضالي في القدس. بالتالي أنا حضرت، كنت محظوظ أني أحضر بعض أحداث اللي برويها بالمسرحية، أحضرها يعني أمام عيني وأنا ابن 13 عام. نعم. لما هيك كبرت واختمر الموضوع براسي وأصبحت مسرحي، قلت يجب أن يعلم الناس، أن يجب أن يعرف الناس كيف كان تاريخ القدس وكيف ينعكس اليوم على نضالات أبناء هذا الشعب اللي هم أصلا امتداد لهذا الجيل. تنين هناك كم كبير من
العادات والتقاليد الجميلة الرائعة مثل الوفاء، مثل الإخلاص، مثل حسن الجير التي فقدناها بأيدينا، ولكن فقط الاحتلال هو استفاد من السوسة اللي أجت يعني بين الأسنان، وبالتالي هي كانت صرخة لاستعادة هذا النمط من العلاقات الاجتماعية الراقية والعلاقات الثقافية والاقتصادية وحتى التربوية والأخلاقية. الناس ترى قطعة من القدس خلال 70 دقيقة، وهذا أصعب ما يكون أن تقدمه في مونودراما خلال شخصية واحدة، تقدم فيها 21 شخصية على خشبة المسرح. نعم. وهذا الذي رجح ميزان المسرحية، وليس لأنه المسرحية فلسطينية، يعني التضامن لم يكن مع فلسطين أولا. نعم. التضامن كان مع عمل فني راقي فلسطيني. نعم نعم. يعني وأنا بقرأ عن موضوع المسرحية قهوة زعترة، أول شيء مرتباطة باسم الزعتر، وأنا كنت بدي أسألك أول شيء وين كانت في القدس قهوة زعترة، وين بالضبط؟ لما بتدخل من باب العمود، أول طبعا. ما بتدخل من باب العمود على الشمال في جامع الشيخ لولو. مزبوط صحيح. نعم صحيح. قائد البحرية في زمن صلاح الدين الأيوبي. نعم صحيح. تحتيه في الكرد الصراف، تحتيه في قهوة صيام، تحتيه في صيدلية سمعان السنيورة، تحتيها حلويات الجنينة، وتحتيها قهوة زعترة. اوكي تمام تمام. يعني على السابع محل على اليمين على الشمال وانت داخل من باب العمود. في هلا في اعتقد فرن هناك، هي الان فوق الفرن محل ملابس ولكن يحمل نفس الاسم. نعم 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 نعم. نسبه للعائله التي تملك المكان. يعني وانا من سعيدين الحظ اني جزء من فتره طفولتي كنت موجود في القدس، وحتى فتره التعليم الثانوي، يعني الحمد لله على نعمة القدس أستاذ حسام. يمكن عشان هيك يا أخي في إشي غريب، بقول لك اللي بيشرب من النيل برجع له. يا أخي أنت بس امشي على حجار القدس بدك ترجع لها. طب إحنا نحكي هل إيه إشي يعني؟ طبعا في إشي، في مرض اسمه متلازمة الداون. نعم صحيح. في إشي بيشبهه في القدس، في متلازمة القدس. كثير نعم. من الأحبة اللي بيجي على القدس بعد انقطاع 20 و25 سنة أو بيدخلوها لأول مرة، بكون أنا متشرف إني أرافقهم يعني في جولتهم، من باب صداقة، من باب الخدمة، اعتبرها شو ما بدك يعني. بروح يبعث لي رسالة بس يقطع حاجز قلنديا، بقول لي أنا حسام مش عارف شو صار لي، تركت قطعة من قلبي هنا. صحيح صحيح. بدي أرجع، كل ما يصح لي بدي أرجع، بدي أرجع أقعد على باب العمود، بدي أرجع أشرب قهوة وشاي، بديش ولا إشي بالدنيا، بس بدي أقعد على درجات باب العمود. فبالتالي ما تقوله حقيقة، ليس من باب النوستالجيا، وليس من باب يعني انه يعني منقول شعر في القدس، لا، القدس اكبر من كل الشعر. صحيح. هي هيك لها متلازمه. نعم. عاشها مره خلص. وفعلا هي متلازمه القدس، والحمد لله على متلازمه القدس. كنت بحكي عن موضوع المسرحيه والعمل الفني كعمل فني. 21 نعم. شخصيه استاذ حسام. 21 شخصيه، ايش هاد؟ شوف 21 شخصيه، انا مش بقلد اصواتهم عشان يكون طبعا طبعا. اللي بتجرأ يمد ايده على شيء اسمه فن المونودراما بده يكون قضى بالمسرح أقل إشي 25 عام. نعم. عمل العديد من الأدوار، تقلّى في كثير من الشخصيات يعني المسرحية، فبالتالي أنا هدول الشخصيات بعرفهم كيف بتنفسوا، كيف بيحزنوا، كيف بيفرحوا، إمتى بيضحكوا، إمتى بيبكوا، مشاعرهم، أحاسيسهم، حركة جسمهم. المسألة ليست جزافا ولا مسألة يعني فيها لعب. لهيك الجمهور لما بقعد بتفرج بيحلفوا بالله إنه شفناهم للشخصيات، إنه قعدنا بالقهوة وشفنا الجيش لما دخل على القهوة، وشفنا المرة لما دخلت تصيح على جوزها عشان متأخر ما جابش الأغراض. يعني أحد الجمهور وهو سعود الجنسية بيقول لي أنا ما شفت القدس ومش عارف إذا بصح لي أنا أدخل على القدس، ولكن إذا شاء القدر لي أن أدخل على القدس راح أنزل بسيارتي أصف باب العمود وأمشي على الويز تبع حسام أبو عيشي، مش الويز تبع جوجل. يعني وإن شاء الله بتضل أستاذ حسام وبتضل الويز تبعك في القدس شغال ودائما. أستاذ حسام، يعني أكيد في مسؤولية هلا انحملت على ظهرك بعد الجائزة هاي بتقديم فن، وأنا بعرف أنه أنت عمالك بتجهز لإشي جديد. يمكن هذا من ضمن الأسئلة المهمة اللي سألتها، يعتبر السؤال الأهم. نعم. وهذه رسالة لكل مهني شاب بيفتح طريقه، ما تنغر إذا كرمت، ما تفرح إذا أخذت درع أو أخذت شهادة أو أخذت كأس، اعتبر هذا مسؤولية إضافية على كتافك. ماذا ستقدم بعد هذا النجاح؟ أنا اليوم بقدرش أقدم عمل أقل من قهوة زعتر ولا بسانتي. نعم. أما بنفس المستوى أو عمل يعني يكون أجمل من كل النواحي. لهذا السبب أنا أقول على فكرة هذه الجائزة التاسعة اللي بتاخدها قهوة زعترة، 3 جوائز في عكا، أفضل نص وأفضل ممثل وأفضل عمل،
أفضل عمل وأفضل نص في الزرقاء، أفضل عمل في عمان، أفضل عمل في الفجيرة، والآن أفضل عمل أفضل ممثل في تونس. بالتالي كل مرة تضاف إلي جائزة أو تفوق معين هو مسؤولية إضافية زي ما تفضلت أنت. مش سهل طبعاً. سهل أنت يعني بتحمل رسالة، بدك تجدد، بدك تضلك متابع شو بيصير سواء بالعالم ككل ولا على أرض الواقع. بالتالي فعلا هي مسؤولية، وفي عمل جديد إن شاء الله على الطريق الآن بطور الكتابة، وأيضا من داخل أزقة وحواري القدس لن أتنازل عن ذلك. ورح تكون تمثل أكثر من شخصية ما بين رجل وشخصية امرأة؟ نعم صحيح، يعني في قهوة زعتر أنا قدمت 21 شخصية، أتوقع إنه بهذا العمل راح أقدم لا يقل عن 15 شخصية. نعم يعني أنا كعب بحكي هيك أستاذ حسام عشان تعرف إني متابع كبير بالك. حبيبي أنا بتشرف والله. يسعدك. يعني والصراحة وأنا يعني بتابع موضوع العمل الجديد، فكرة إنه الشخصيات مش شخصية فقط الرجال، راح تلعب كمان شخصيات النساء، وهذا صحيح. يمكن تكون تجربة هي مش جديدة على الأستاذ حسام أكيد، وأنا شايف لك قبل هيك أعمال، بس هي تحدي أكيد لأنها هي أصلاً تقع ضمن اللي أنا حكيته، إنك أنت أول إشي تفوت لمشاعر المرأة، إنك تعرف كيف بتفكر وكيف بتحزن، وإنت عارف يعني المرأة يعني كائن صعب متقلب المزاج سريع التأثر بحكم كونه أم، يعني مشاعره فياضة، يغضب بسرعة، بروق بسرعة، بالتالي أنت بدك تكون حذر جداً إذا انتقيت شخصية مرأة بالعمل، وهذا بشكل صعوبة إضافية، ولكن هو تحدي حقيقة، وأنا يعني بحب التحديات. وأنت دائما في قلب التحديات أستاذ حسام، أصلا وجودك في القدس هو أكبر تحدي. وكنت أسألك شو علاقتك بالجالية الإفريقية في القدس أستاذ حسام؟ أنا تشرفت أني أنا أناسب هذه الجالية الكريمة، الجالية الإفريقية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. نعم. فيها من الشهداء وفيها من الجرحى وفيها من الأسرى، ولي الشرف أن وافق أن أكون أنا نسيبا وصهرا لهم. نعم. الجالية الرائعة. نعم. التي قدمت لفلسطين وأصبحت جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن نضالاته. وأنا سألتك هذا السؤال كمان عشان أحيي إخوتنا وأهلنا في الجالية الإفريقية في القدس اللي هم أصدقائي تحديدا، وأهلنا موجودين هناك اللي أصبحوا جزء حتى من المكان، من حجارة المكان. وهذا كمان أستاذ حسام هي رسالة أخرى من الفنان حسام أبو عيشة في حكاية القدس وزوايا القدس. هو يعني هذول الناس اختاروا أن يكونوا مجاورين للمسجد الأقصى المبارك. نعم. بالتالي هم خط الدفاع الأول عن المسجد، ومنهم من جاء خصيصا ليجاور المسجد الأقصى المبارك ويكون في الخط الأول للدفاع عنه. فبالتالي يعني هذا شيء يحترم ويقدر، ويعني كما تفضلت احنا بنحث كل الناس أن تقتدي، أن تحتدي بهذه الناس اللي قالت مصالحها الشخصية حطتها عشاء وحطت المسجد الأقصى في مقدمة اهتماماتها. نعم. يعني أنا بعرف أنك أستاذ حسام هلأ بتتحرقص على أساس تتركنا من هون وتطلع تتابع شو بصير وتكون موجود في أحداث ما يحدث في الأقصى وفي يعني باب العمود. ندعو بالسلام العامة لكل شباب فلسطين أن لا يصاب أحد. نحن لسنا هواة قتل ولا هواة موت. نعم. يعني نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. كل أمنيات السلام إلى شبابنا، وهذه المخططات إلى زوال إن شاء الله رب العالمين بفضل صمود وصبر المقدسيين والتفاف كل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، أهلنا في قطاع غزة في 48 في الضفة الغربية. نحن نعلم أن قلوبكم متعلقة هنا، وأن لو أتيح المجال لكم هنا لم تلأ المسجد الأقصى من الفجر عن بكرة أبيه. نحن نعلم ذلك. كل التحية إلى كل التحية للمشاهدين الكرام للمستمعين، ويعني اعذرونا إذا إحنا خربشنا شمال ويمين. يعني ولا مرة يعني أستاذ حسام، إحنا عن جد لنا الفخر أنك تكون موجود معنا في شغف، ولنا الفخر أن تكون موجود في هذا اليوم تحديدا اللي بنحكي فيه عن القدس، لأنه لا يجوز أن يكون الأستاذ حسام أبو عيشة موجود ولا تكون القدس حاضرة. نحن نرى القدس بعيونك، ونرى القدس في كاميرتك، ونرى القدس في صوتك وحكاياك، ونحن نعيشها يعني صراحة.
بداية كمان هاي دعوة لكل الناس تابعوا الأستاذ حسام أبو عيشة يوم الجمعة صباحا قبل الصلاة بتشوفوا كل زوايا القدس وكل العتبات وسراديب القدس وشوارعها وزقاقها. بدي كمان أثني على ما تقدمت به الأستاذ حسام، السلام على شبابنا في القدس، ونحن دعاة سلام ونحن دعاة حياة ولسنا دعاة موت، ولكن الواقع صعب على الجميع. يا رب السلامة لشباب القدس وأهل القدس وللقدس كمان وشبابنا في الضفة، وهلأ يعني في تحركات وتجمعات على نقاط التماس تحديدا هون في رام الله، وأعتقد كمان في نابلس. نتمنى السلامة للجميع، ويا رب القادم أجمل. أستاذ حسام، ماذا تقول في كلمة أخيرة للناس اللي بتسمعك؟ أنا بس أقول جملة واحدة، أنه إذا كانت الظروف هي التي تصنع الإنسان فعلى الإنسان أن يصنع الظروف الإنسانية. هذا صعب ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى كل، ولكن لا تمل. إذا كان عندك هدف إلحقه بتحققه، ما تخليش إشي يوقف بطريقة. كل أمنيات الفرح لقلوبكم، خاصة جيل الشباب اللي فاجأتوا الكون كله بانتمائكم. الكبار ماتوا ولكن الأطفال لم ولن ينسوا. نعم صحيح. أستاذ حسام أبو عيشة من القدس والحاصل على جائزة قرطاج كأفضل ممثل، وطبعا مجموعة جوائز لمسرحية قهوة زعترة، ورسول سفير اللي بدكم يتسموه من القدس. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، وأكيد إن لقاء في عمل القادم إن شاء الله. ابن القدس مش بس اللي عايش في القدس، ابن القدس وكل واحد قلبه على القدس، وابن القدس هو كل واحد واقف خلف الجدار يتطلع إلى القدس، وابن القدس وكل واحد بيحاول يدخل القدس ومش قادر، ابن القدس كل واحد بيقدر يوصل بغض النظر من مكان جاي وبكون في قلب القدس. احنا الحق الماضي الطالع راح نفديها، يشهد الله راح نفديها. وتحياتنا لكل الشباب المنتشرين في شوارع القدس الآن، الآن اللي بدافعوا عن هويتنا الفلسطينية الوطنية العربية داخل أسوار مدينة القدس بالعلم الفلسطيني، فقط بالعلم الفلسطيني. إذا كان هذا العلم، هذه الألوان الأربعة تحرق قلب العدو وتحرق قلب الاحتلال، فلتحرقه. أنه يا جماعة الخير، لو شفتوا المقاطع الفيديو قديش هم يعني يستفزوا فقط لوجود هذه الألوان، مش لو كانت علم، فقط لو كانت هذه الألوان مجتمعة، فما بالكم لما يكون علم. الله محيي شباب القدس، والله محيي شباب فلسطين، وأكيد الاحتلال إلى زوال. عشان عيننا على القدس، هاي تحياتنا لكم، تحيات كل فريق العامل، عبدالله الخطيب في الهندسة الإذاعية، وبها بركات في الإعداد، وخالد نجاص في الإخراج. ودائما اطلعوا حواليكم، رح تلاقوا بدال القصة ألف وبدال الحكاية حكايات، وكلها بأصلها واحد، الشغف. وإن شاء الله لنا لقاء قريب الأحد القادم بقصة جديدة وشغف جديد، كله برعاية أريدو وشركة بيجو.
وارفعوا الأعلام أينما كنتم، ارفعوا العلم وينما كنتوا، على سياراتكم على بيوتكم ارفعوا العلم، ارفعوا. وتحياتي لكم، أنا أحمد عياش، إن اللقاء جديد، تضلوا بألف خير والسلامة للجميع، والقدس عاصمة فلسطين دائما. سلامات. في الشغف حياة، هكذا يقولون، وذروة الرواية الشغف. شغف، برنامج يسلط الضوء على شباب حلوا لغز السعادة والنجاح، لشباب أدركوا شغفهم، استعدوا لالتقاط الفرص والمبادرة، عملوا عليها وثابروا لأجلها. برنامج شغف يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية كل يوم أحد الساعة 5 مساء، ويعاد الاثنين والأربعاء مع أحمد عياش. هذا البرنامج برعاية أريد استمتع بالإنترنت وشركة بيجو. روح الأسد موجودة بداخلنا، أطلق القوة التي بداخلك.